كشفت وكالة فناك الهولندية في تقرير لها عن أن قرار تأجيل انسحاب قوات التحالف الدولي جاء نتيجة تفاهمات أمريكية عراقية تمخضت عنها اجتماعات لجنة رفيعة المستوى لمراجعة جدول الانسحاب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات من الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية منذ بدء الحرب بالمنطقة في أكتوبر 2023. ويضيف التقرير أن هدف الحكومة العراقية من هذا القرار هو تجنب تصنيف أي انسحاب أمريكي كهزيمة عسكرية، ما يتعارض مع مصالحها الاستراتيجية خصوصا في المجال الاقتصادي، حيث تعد العلاقات الوثيقة مع واشنطن ضرورية حتى بعد الانسحاب. كما يتزامن هذا التأجيل مع تحديات أمنية وسياسية داخلية، ما يعكس تعقيدات المشهد العراقي وأهمية التنسيق مع القوى الدولية في ظل الظروف الحالية.